أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإن الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء،
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا و
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم.